التقى محمد جبران وزير العمل مع عدد من ممثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج للوقوف على آخر التطورات بشأن الترتيبات والإجراءات الخاصة بعمل العمالة المصرية الموسمية لموسم الحج للعام القادم 2025. أكد الوزير حرص الوزارة على تعاون وتنسيق مع الشركات في تنظيم موسم الحج لهذا العام، باعتبار الشركات شركاء مع الوزارة في سبيل بدء موسم جديد لسفر العمالة المصرية للعمل، بما يضع الشركات العاملة في هذا المجال أمام مسؤولية كبيرة للخروج بموسم مميز تشارك فيه العمالة المصرية بكافة جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام وظهورها بشكل متميز خلال تأدية عملهم. واستمع الوزير لأهم المشاكل والمعوقات التي قد تواجه تلك الشركات خلال ترتيبات موسم الحج القادم، وذلك للعمل على إزالتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.